السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحالية المشتركين المحتملين الجدد، ونواصل مواضيعنا عبر قناة يوتيوب جعفر تغزلي في موضوع يتعلق بقانون المسطرة الجنائية، خاصة المرتبط ب تحقيق إعدادي والمحاكمات، وبالتحديد غنتكلموا على آثار ديال بطلان إجراء من الإجراءات ديال التحقيق الإعدادي، الآثار ديال بطلان إجراء من إجراءات التحقيق الإعدادي. فبطبيعة الحال هذا الأثر ديال البطلان في القانون المغربي هو كيختلف على مستويين، بحسب مستويين. المستوى الأول هو فيه كيقع الإخلال بالمقتضيات المقررة في الفصول 127 و 128 وأيضا 132، وهي إجراءات أساسية كتعرض النص لأثرها وحدده في بطلان الإجراء المعيب، وكذا الإجراءات التي تليه وتأتي بعده الفصل 190 من قانون المسطرة الجنائية. المستوى الثاني هو اللي فيه كيقع الإخلال بإجراءات جوهرية من غير ما سبق، واللي هي كيترتب عن خرقها المساس بحقوق الدفاع، وفي هذه الحالة خول المشرع للغرفة الجنحية، هذا ما كيتبين في الفصل 192 من قانون المسطرة الجنائية، أو محكمة الحكم كذلك اللي كيتبين في الفصل 194 من قانون المسطرة الجنائية، أن تقرير ما إذا كان البطلان يقتصر على الإجراء المقصود لذاته وحده أو يشمل كل أو بعض الإجراءات الموالية له. ففي هذه الحالتين معا كينسحب من ملف التحقيق وثائق، كنسحبوا من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت تودع مرتبة في كتابة الضبط لمحكمة الاستئناف، وكيمنع الرجوع إلى ما فيها قصد توجيه الاتهامات إلى المرافعين أثناء المرافعة، وإلا فاتخذ عقوبات تأديبية في حق القضاة، وكيتابع المحامون أمام هيئتهم التأديبية، وهذا هو اللي كيبان في الفصل 193 من قانون المسطرة الجنائية. إذن عموما هذه هي الأثار ديال بطلان إجراء من الإجراءات ديال التحقيق الإعدادي، وبطبيعة الحال ما بقى إلا توديعكم على أمل لقائكم عبر قناة يوتيوب جعفر تغزري في موضوع لاحق إن شاء الله. لا يفوتني مرة أخرى إلا أن أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وإذا المشتركين الحي والمشتركين المحتملين الجدد. بالله التوفيق والنجاح، دمتم في رعاية الله وحفظه.